السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شباب؟ وياكم علي العراقي. طبعا أنا متأخر بالحلقة الثانية لأن الأسباب هي الإنترنت صار أسبوعين بطيء بالعراق، يعني هالأسبوع هذا خاصة. ثانيا الحلقة الثانية من صورتها صار حجمها 2 جيجا، الحلقة الثانية 2 جيجا، رأسا حذفتها والصوت مخربط. قللت الدقة مال برنامج التصوير وفيديو واضح يكون ان شاء الله واضح. طبعا باللعب الفورتي تقدر تلعب اي شخصية وتطور الاسلحة. يعني تقدر من خلال الالعاب تقدر لعب الفورتي تقدر تطور الاسلحة وتفتحها مال اونلاين. هاي الفصل الثاني، الفصل الثالث دا نزله، كذلك الرابع. فصل أول، الحلقة الأولى لعبت النهضة، الحلقة الثانية هي العمليات الخاصة. طبعا لعبتها بس حجم الفيديو صار 2 جيجا، ذاك حعيدها إن شاء الله تعجبكم. نبدأ. معبد الرينودي حجم الفيديو 2 جيجا، شي رفعة عادين دقة عالية. مسوي هاي، سويته ميديم. طبعا هاي الأسلحة من تستخدمها تجمع نقاط وتقدر تفتح القاذفات بالأونلاين، كذلك البوبوكشن والرشاشات. طبعا هاي الصناديق حطهم بي طلقات او صواريخ. هاي السلاح صار بي قنابل. هذا السلاح تعبان. بالجزء الرابع هذا السلاح كان كلش قوي، يعني الصورة الرئيسية كان شايل هاي مي كتلة. مي كتلة السلاح هذا كنت استخدمه بالجزء الرابع، MC4 كلش قوي كان، بس هنا حاطي اضاف سلاح ما يقتلهم بسهولة. كذاك الغدارة إذا تستخدمها تنفتح بالأونلاين. صار حاليا يتطور هذا الشخص. هاك هاي هذا هلا هلا نقول نينجا. طبعا اليابان طوكيو. انترنت بطيء. جيد متابعة. هلو الأونلاين شخص فصل. ديزجير الناظور او النيشان. الله الله الله، اكو واحد وراي. هذا مين اجي؟ جيد. طنعي تم فتح القفل. هسه فتحت تقدر استخدمها بالاونلاين. ايضا الناظور فتح السلاح القديم.
قريبا هذا يفتح، ثالث ثمن راح تفتح. يعني اللعب الفردي يساعدك على فتح الأسلحة اللي تستخدمها في الأونلاين، شي حلو. بس الليفل هنا ما يرتفع بسرعة مثل الأونلاين، بالأونلاين أسرع المستوى. ايه جيبه السلاح الثاني. يا سلام هذا الحلو. طبعا هنا تقدر تغير النشان للفتح. المرحلة الثانية ابدأ. التمنيت بطيء جدا بالعراق، ثقيل. استخدم هذا السلاح وتفتح القاذفة، قاذفة الصواريخ. شد هاي مرة، هاي مزعجة مزعجة، ما القضاء علي. في بيسلح هاي؟ لا والله ما بيها طلقات. خلصت المهمة الثانية. سريع 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 على السريع، ان شاء الله اختم اللعبة. اذا ما حضروني اختم اللعبة، حط الرابط التحميل في الوصف. معكم علي العراقي، مودرن كومبات 5، تختيم اللعبة المرحلة الثالثة او المهمة الثالثة. سلاح تعبان. شنو؟ شال بومباك. شنو يمكن؟ سوف لم يتكرر الخطأ. ضغطني قناعة هذا ما يموت، ما يموتون. شباب ما باكم جوستيك، تحكم من سهل، النشان جدا صعب وسهل. بعد عايش صار لوت علي. كان فتح النابوت هاي فرغت جيد.
حتى اللي ختمي قوم يا حلو هنا يقول لك دوس حرف بي او المس شاشة. ها الانترنت بطيء. الانترنت بطيء. هذا الانترنت بالعراق هذا ما اواجهه دائما. حرف بي طبعا تفعلت. هيدا لينا قنبلة. قنبلة هنا طبعا بهذا المكان القنبلة مرة يغيروها بالغرفة السابقة مرة يحطوها بالغرفة الأولى مرة بالغرفة الثانية مو ثلاث نقاط هم القنبلة مرات تتغير قنبلة مكان الصندوق المهمة الرابعة راح مزعجة جدا شيت والله ضربت لي غاد ضربت لي غاد مزعجة مزعجة واحد فلت واحد لقد هرب عشان تخلص المهمة شكد مكروهة طيب يمكن عدتها ست مرات قاعد هاي تفتح هاي هاي ولا بيها صاروخ بعد ما عرف بالتحديث هذا صاروخين ثلاثة من عرفت بيها صاروخ والله حذفتها اللعبة من فتحت السلاح وراها من البازوكا حذفتها حذفتها رأسا اللعبة المهمة الأخيرة إن شاء الله كل يومين أرفع حلقة أقدر حسب الإنترنت والشغلات طبعا الصندوق تحافظ عليه Thank you.
جابوا البازوكا. هاكم هنا ما يثرت عني هون زين. هاي تفهم لا لا بعد المحاولة. ما بقى ما بي خطلات هو. بازوك طبعا هالقتلة الكبيرة هنا زين حاطين صندوقية كلش زين. عن مدار سلاح نسيت تستخدم هذا يطق طلقات وقنابل. لك 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 خلاص دمرني هذا. أعتقد إجا هذا الرجل أولي أو بعدين. هسه إجي إجي المدرع انا هذا بس بهذا المكان تقدر تختفي في تواجه براسه لازم لك 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 لازم يشتغل شايل هذا السلاح الرهيب. لا تنيت معاناة عندنا معاناة بالعراق الانترنت. خلاص الفصل الأول انتهى. شباب انتهى الفصل الأول على الحلقة الثانية.
شاء الله بعد يومين أو يوم سوي حلقة الثالثة الفصل الثاني. تظرون في الحلقة الثالثة في الهروب، بعدين المخبئ، بعدين عمليات الخاصة. كان معكم علي العراقي، تحياتي.